بيتسو موسيماني امبارح بعد انتهاء المباراه وخلال المؤتمر الصحفي قال ان الفريق سوف يعني يغلق صفحه مباراه سان داونز ليركز في كل المباريات المقبله، واشار الى ان غياب تقنيه حكم الفيديو او الفار عن المباريات يثير الجدل، فهناك العديد من اللقطات خلال هذه المباراه كانت بحاجه الى الحسم، ولكن الجهاز الفني لن يتوقف كثيرا عند هذه النقطه. دي كانت بالشياكه كده يعني ايه كلمتين هو قالهم في موضوع او فيما يتعلق بمساله الفار. تعالوا نشوف هو قال ايه عموما من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. زي ما قلت في المؤتمر الصحفي قبل المباراه ان هو هيبقى ماتش لقاء صعب جدا، وقد كان الماتش ده ممكن نصنفه كانه ماتش الدور قبل النهائي او نهائي البطوله. كان مباراه صعبه. احنا للامانه احنا بدانا كويس الشوط الاولاني، بدانا كويس واستحوذنا اول ربع ساعه، كان الكوره كانت معانا اكتر من خصم، ومن كوره واحده من ضربه ثابته من كورنر احنا كنا متوقعين ان احنا نسجل من كورنر، بس ما كناش متوقعين ندخل فينا من كورنر. من ركنيه نمنا بس احد اللاعبين نام وما مسكش فجابوا جول ومسكوا الماتش. وبس لازم نقول برده ان ده فرقه كويسه، الفرقه بتاعها كويس وعندهم مهارات واحد واحد. بس برده برجع تاني بتكلم في موضوع الفار، لان في حاجات كتيره بيبقى عليها كلام ولو موجود الفار هيحلها. ومره ثانيه ببارك لهم هم فريق كويس. طبعا ما خلقناش فرص كتير، بس كانت جات لنا فرصه كان ممكن نتعادل منها في الاخر، في اخر مباراه للاسف كان هيك كويس واهدرناه، للاسف اهدرنا الفرصه، لكن هنكمل وهنستمر. برحب بمستر بيتسو موسيماني، اقول له النهارده لك النهارده على المباراه والتوفيق في الماتشات اللي جايه. نقطه الفار، الاهلي لحد دلوقتي لعب 6 مباريات في دوري ابطال افريقيا، مباراه الحرس الوطني بدون فار الاهلي ما اتحسبلوش ضربه جزاء، مباراه الاهلي وسان داونز كان الحارس يستوجب ان هو يطرد في المباراه في القاهره ما اطردش لعدم وجود الفار، مباراه الاهلي والمريخ السوداني ضربتين جزاء لمحمد شريف برده اللي لم يتم احتسابهم. لماذا ليه في الاتحاد الافريقي؟ عشان العداله تتحقق بصوره كامله لازم وجود الفار في ادوار المجموعات. تعقيب على الامر ازاي؟ كل بطولات دوري ابطال اوروبا، كل المسابقات اللي بتلعب كلها بيتطبق فيها فار، ليه الفار ما بيتطبقش في دوري المجموعات؟ بقولك الفار ساعات بيخدمنا، ساعات بيصرحنا، وساعات برضه بقى فيه ضدنا. صعب جدا للحكم، الحكام مساعدين وياخدوا القرار الصحيح في اللحظه دي، القرار اللحظي. احنا نفسنا بنبقى واقفين ساعات على الخط، والكوره بنقول عليها تسلل ما بتكونش تسلل، او نقول مش تسلل بتكون تسلل. We should not be talking about that because fortunately we didn't lose in a situation where VAR was supposed to be there. So we lost on a goal that is on the goal. بس مفيش مكان نتكلم في ده، لان لحسن الحظ ما خسرناش بجول بسبب غلطه فار، يعني جولنا جول مظبوط. But it only shows the difference between Libertadores and the Asian Champions League to Africa Champions League. The difference is 20 years. بقول الفرق بين البطولات الجنوبيه وبطوله اسيا وبطوله افريقيا، في فرق 20 سنه احنا وراهم 20 سنه. وحقيقي احنا بنتكلف كام في فار؟ هنتكلف قد ايه؟ If Egypt does it for every match. المفروض تعرف كل مره هيحصل ايه. But anyway, let's not go to VAR because we lost. خلاص مفيش داعي نتكلم عن الفار عشان احنا خسرنا، فما فيش مكان نتكلم عن الفار. But you are 20 years behind.
زي ما يكون اداتي بيقول افضل اتحسنت ومستوى اتحسن اتحسن فين؟ بقيت افضل فين؟ ويستيل ان هي تو ايش؟ لسه بس لسه دي مفيش اختلاف حصل مفيش اختلاف حصل لو في تحسن حصل اختلاف حصل وروني فين الاختلاف حصل؟ بلعب ايام 8 سنين اكتر من 7 سنين ايام سوبر سوبر سبورتس يونايتد كان بيمرنوا لعبوا ده فرق كبير ولا مش فاكر من كام سنه فات بالسنين طويله قدام اتحاد العاصمة وده فرق كبير وبعدك مش حاجة تغير وارجع تاني بقول احنا ما خسرناش بسبب موقف بسبب غلطة الفرق. طيب ده كان جانب من تصريحات كابتن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي بعد انتهاء مباراة الامس امام سان داونز.